اسمي عمر، من محافظة الرقة. اشتغل قهوة على الرمل على دوار النعيم. قهوة على الرمل هي عبارة عن رمل حراري، جزوات نحاس، بن عادي، بن حلو. الأساس هو الرمل. بشتغل جزوة ركوة نحاس، تمام، بحط فيها مي وقهوة بفورها على الرمل. في قهوة بحليب. أول ما بلشنا بقهوة بس، شوي شوي تطورنا، قهوة بحليب، كابتشينو، شاي، كل شيء. في كثير من الناس تسأل انه ايش هو فرق القهوه الرمل عن قهوه البيت، ما انه نفس البن، يعني ايش اللي يفرق؟ الفرق انه القهوه على الرمل بتستوي على الرمل على البطيء، مو مثل بالبيت على الغاز، رغم انه بتطول بالبيت يعني، وعلى الرمل اسرع، بس استواها على الرمل شلون بدي اقول لك، ما تحترق على الغاز، بتحترق على الغاز، تحترق يحترق البن على الغاز، اما على الرمل عمليه بطيئه. قهوة الرمل أنا أول واحد بلش عليها بمحافظة الرقة، ما حد اشتغلها قبلي ولحد الآن ما حد اشتغلها. مثل ما ذكرت لك كان ما في إقبال عليها، شوي شوي صار بإقبال، صارت الناس تعرفها. الناس حبت القهوة، تفرق عن قهوة البيت. مو نفس قهوة البيت، هي نفس البن، نفس الطبخ، بس طعمتها تفرق.